مساء الخير. في نشرتنا هذا المساء، الطيران الحربي الإسرائيلي يستبيح سيادة لبنان من الجنوب وصولا إلى بيروت والشمال والبقاع، والقصف المعادي يطاول مروحة واسعة من البلدات الجنوبية، والمقاومة الإسلامية ترد بصواريخ البركان محققة أهدافا مباشرة وإصابات فادحة في صفوف العدو. وفي غزة الوضع الصحي كارثي، وأبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام يشدد على أن العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته. أما داخليا فغدا اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التيني تمهيدا لجدول أعمال الجلسة التشريعية، والبطريرك الراعي في عظة الأحد يعتبر أن المجلس النيابي يمعن في إسقاط المؤسسات الدستورية. نبدأ النشرة في الجنوب. ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات جنوبية، والقصف الإسرائيلي يطال عيترون وكفر شوبة ويارون ومارون الراس والخيام، يترافق مع تحليق للطيران الحربي على علو منخفض فوق بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. وحزب الله ينفذ عدة عمليات على مواقع إسرائيلية منها ثكنة زبدين ورويسات العلم والعباد. اشتد التوتر اليوم جنوبا، حيث واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على بلدات في قضائي بنت جبيل ومرجعيون، حيث تعرضت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل إلى قصف جوي أدى إلى تدمير العديد من المنازل. هذا وتعرضت بلدات وادي حامول ومنطقة عين الزرقاء لقصف مدفعي معادي وأطراف بلدتي رامية وعيت الشعب. بالتزامن شنت المقاتلات الحربية المعادية عدوانا جويا واسعا استهدف حرج بلدة يارون بأربع غارات جوية في نفس الوقت، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف طاول المنطقة ذاتها، إضافة إلى ثلاث غارات على أطراف بلدة مارون الراس. ترافق مع قصف مدفعي استهدف أطراف عيترون وكونين ومحيبيب، كما طال القصف المدفعي المنطقة الواقعة بين الناقورة وعلم الشعب. القصف الإسرائيلي العنيف طال أيضا محيط بلدات مروحين ورامية والجبين، واستهدف العدو منزلا في كفركلة بقاذفتين، وقصف المدفعية تلة حمامس في سردة، مستهدفا منطقة البياض والأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل. تزامنا حلق الطيران المعادي على علو مرتفع في أجواء مدينة الهرمل والبقاع الشمالي، وعلى علو منخفض فوق بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. هذا وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أهداف لحزب الله داخل لبنان، حيث استهدف خلية في منطقة زرعيت كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية بحسب زعمه. هذا وكانت قد أفادت سكاي نيوز عن إصابة 6 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة على الحدود مع لبنان. إلى ذلك أعلن حزب الله مهاجمته بمسيرات انقضاضية مقرا لجيش العدو جنوب ثكنة يعرى موقعا إصابات فيها، واستهدف موقعي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبة ومزارع شبعة المحتلة بصواريخ بركان، كما استهدف تجمعا لجنود العدو بين موقعي زبدين والرمتة وتدمير دشمة في موقع العباد، واستهداف تجمع عسكري في قلعة هونين، كما دمر دشمة في موقع العباد يتحصن فيها جنود العدو الإسرائيلي وأوقع فيها إصابات مباشرة. أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه بعد ظهر اليوم تعرض برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح في جنوب لبنان لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج، ولحسن الحظ لم يصب أحد. لافتا إلى أن مصدر إطلاق النار قيد التحقيق، وشدد تيننتي على أن أي استهداف لمواقع اليونيفيل وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق هو أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي. وتابع: نذكر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر. أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمد مكية في بيان أشار فيه إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
أعلن بموجب المذكرة رقم 26/2023 عن إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين، وذلك تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية. وأيضا عطفا على هذا القرار، أعلن أو أصدر منذ قليل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني. إذن عباس دان استخدام أمريكا الفيتو في مجلس الأمن واعتبره انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الإنسانية. ميدانيا المواجهات مستمرة في غزة، وكتائب القسام تعلن عن مقتل 15 جنديا صهيونيا بعبوة برميلية شمال شرق خان يونس، وتستهدف آليات إسرائيلية في جباليا والفلوجة. المواجهات تشد في غزة في ظل التصعيد والعدوان الوحشي الإسرائيلي على القطاع. كتائب القسام للجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة. بدورها سرايا القدس استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم في مخيم جباليا والفلوجة. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي عن إصابة 1593 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، حالة 255 منهم حرجة، إضافة إلى سقوط 100 قتيل. وكان قد أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تدمير كلي أو جزئي ل 180 آلية إسرائيلية خلال 10 أيام. إننا نعلن بعون الله وخلال 10 أيام من عودة العدوان واستئناف القتال تمكن مجاهدينا من التصدي لقوات العدو المتمركزة في محاور ما قبل انتهاء الهدنة المؤقتة، أو تلك القوات التي توغلت في محاور جديدة في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه من بيت حانون إلى خان يونس، حيث وبعد تقرب مجاهدينا من القوات المتمركزة في مواقع تم تحصينها بغطاء جوي كثيف وسواتر أرضية، تمكن مجاهدونا بفضل الله من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال هذه الأيام الـ10 بحسب ما تم توثيقه لدينا حتى الآن، بين ناقلة جند ودبابة وجرافة في مناطق الشجاعية والزيتون والتوام والشيخ رضوان وفي مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع وفي محاور التقدم شرق دير البلح وسط قطاع غزة. بالتزامن، عضو المكتب السياسي لأنصار الله أوضح أن قرار منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر يأتي ردا على استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي المواقف السياسية، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في حديث لـCNN إلى أن السلام المستدام بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يجب أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. بدوره، الرئيس الفلسطيني محمود عباس دان استخدام الولايات المتحدة حق نقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والذي قوض المساعي الدولية لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة. ووصف عباس استخدام الفيتو بالتصرف العدواني واللا أخلاقي، معتبرا أن موقف أمريكا يمثل انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الإنسانية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة أنه ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق، ولفت إلى أن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقودتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة. ذكر بيان إسرائيلي أن رئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدى 50 دقيقة، وأبدى استياءه من المواقف المناهضة لإسرائيل التي اتخذها مبعوثون لموسكو إلى الأمم المتحدة.
وأيدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هدنة في غزة، وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق نقد الفيتو ضده يوم الجمعة. وعبر نتنياهو في حديثه مع بوتين عن رفضه الشديد لتعاون روسيا الخطير مع إيران. أكد رئيس الوزراء القطري اليوم أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي يضيق المجال لتحقيق النتائج المرجوة. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة: إن جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة ولن نستسلم، مضيفا أن استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا. فالقانون الدولي وقيمنا الإنسانية والدينية تفرض حمايتهم وإدانتنا قتلهم وحصارهم وتجويعهم موقف مبدئي ثابت لا يتزعزع. أظهرت هذه الأزمة بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب وبين الأجيال المتعاقبة وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، حيث انقسم العالم إلى مطالب بإنهاء هذه الحرب وإيقاف آلة القتل ومتردد حتى في مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار. ونرى من كان يطالب بوقفة عالمية ضد الاحتلال في سياق آخر يرفض اليوم مجرد إدانة جرائم احتلال الأراضي الفلسطينية ويقف عائقا أمام التوافق الدولي على إيقافها. ولا بد لنا من وقفة أمام من يريد أن يعيد صياغة الصراع على شكل حرب دينية. هذا الصراع كان ولا زال قضية احتلال ومطالبة بالحق المسلوب في تقرير المصير، وعلى مر العقود كان خيار السلام مطروحا ولكنه كان ضحية المماطلة والتسويف. وعلينا أن نسأل من هو الطرف الذي واجه كل مبادرات السلام بوضع العراقيل أمامها والتصعيد لإفشالها. أسقطت فرقات فرنسية مسيرتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو انطلاقا من سواحل اليمن، حسب ما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية يوم الأحد. وقالت الهيئة في بيان أن الفرقات المتعددة المهمات لانج دوك العاملة في البحر الأحمر اعترضت هذين التهديدين ودمرتهما ليل السبت الأحد. وكانت حركة الحوثي أعلنت في وقت سابق حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، محذرة جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل. رأس البطريرك الراعي خلال ترأس قداس الأحد في كنيسة السيدة في صرح البطريركي في بكركي اعتبر أن المجلس النيابي ينتهك المادة 49 من الدستور ولا ينتخب رئيسا للجمهورية ويمعن في إسقاط المؤسسات الدستورية. ودبل وعين إبل والأوزح وعيت الشعب الذين نحيي صمودهم ونصلي من أجلهم ومن أجل السلام في ديارهم. الرحمة حاجة جيلنا الذي يعاني من تجريد الإنسان من إنسانيته ومن طغيان الظلم والاستبداد والكيدية وإفراغ القلب من العاطفة وجعله قلبا من حجر. هذه حال حكام الدول الذين يغذون المتحاربين بجميع أنواع الأسلحة الهدامة والإبادية، كما نشهد في الحرب على قطاع غزة والحرب على أوكرانيا وسواهما. وهذه حال المجلس النيابي عندنا الذي ينتهك المادة 49 من الدستور عمدا ولا ينتخب رئيسا للجمهورية ويمعن بالتالي في إسقاط المؤسسات الدستورية وفي تعطيل عمل الإدارات العامة والعيش في حالة من الفوضى وإفقار الشعب وإرغامه على هجرة وطنه
وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وإن بالمقابل نحيي اللبنانيين وسواهم الآتين بأعداد كبيرة إلى لبنان للاحتفال مع أهلهم وأنسبائهم بالأعياد الميلادية. إنهم بذلك يظهرون وجه لبنان الحقيقي الصامد. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي وخلال ترأسه خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جورجوس انتقد الحكومة لعدم تفويتها فرصة من أجل فرض رسوم وضرائب جديدة عوضا عن تعزيز الجباية ومكافحة التهريب ومنع التهريب الضريبي والجمركي والتغاضي عن استغلال عقارات الدولة. كثيرون من الزعماء والمسؤولين ومن بعض فئات الشعب في هذا البلد يشبهون رئيس المجمع ويظنون أنهم يطبقون الناموس، لكنهم بالفعل يزيدون الأثقال على كاهل المواطن. فرغم ضيق حال المواطن لا تفوت الحكومة فرصة من أجل فرض رسوم وضرائب جديدة، فيما نسمع بصفقات ومناقصات مشبوهة ربما تفوت على الدولة أموالا طائلة. ولكن كيف يحاسب مجلس النواب الذي ينوب عن الشعب ولا يجتمع؟ كيف ينوب وينوب على الشعب ولا يجتمع حكومة هي صورة مصدرة عنه؟ كيف تتم المحاسبة إن لم يكن فصل حقيقي للسلطات؟ من هنا ضرورة انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة تتولى إدارة البلد وحماية البشر وتأمين الاستقرار وتفعيل عمل المؤسسات وملء كل الشرور فيها، لكي تعود عجلة الدولة إلى العمل وتستقيم الأمور العالقة. هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود سلطة تنفيذية فاعلة في هذه الظروف المصيرية تتولى حزن سيادة اللبنة وصون حدوده وحمل صوته إلى حيث يجب والدفاع عن وجوده ومصيره وحقوقه، كي لا يكون ورقة يتلاعب بها الجميع بما يناسب مصالحهم. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب المسؤولين اللبنانيين إلى أن يتفقوا في هذه الظروف الصعبة على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم إحياء كل المؤسسات الدستورية للحفاظ على لبنان وعلى مصالح اللبنانيين جميعا. كلام الخطيب جاء خلال رعاية احتفالا تأبينيا في قاعة مسجد المصطفى في بعلبك للمغترب علي محمود يحفو فيه. واحدا حققوا إنجازا واحدا، المقاومة حققت كل هذه الإنجازات، وما زال البعض يردد أقواله وهجومه على المقاومة وعلى السلاح الذي هو لصالح اللبنانيين جميعا. لا خوف من هذا السلاح لأنه ليس للداخل، هو في مواجهة العدو الإسرائيلي. إن مصلحتنا هي في أن نكون معا اللبنانيون في وحدتنا وراء مقاومتنا التي هي ليست مقاومة طائفية وليس لديها برنامج طائفي، وإنما لمصلحة اللبنانيين جميعا. نحن مع استراتيجية دفاعية، فليكن هناك استراتيجية دفاعية، ولكن كما ترون لا رئيس جمهورية لا مجلس وزراء، والآن
هناك أخذ ورد في موضوع التمديد لقائد الجيش، ويمكن أن يسر الفراغ إلى رئاسة قيادة الجيش في هذه الظروف الصعبة. هي واحدة من المؤامرات التي يتعرض إليها لبنان. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان توجه فيه إلى اللبنانيين أن رئيس المجلس النيابي ضمانة وطن وحارس السيادة، والجهد الذي يتم بذله لتسوية قيادة الجيش يكفي للتسوية الرئاسية، لا سيما من المفادين الغربيين الذين يجيدون طبخ السم بالعسل. والمطلوب وطنيا ملاقاة المقاومة بتسوية رئاسية تليق بإنجازات المقاومة وتضحياتها السيادية، والحذر من السم الخارجي لأن مصالح العدو قد تختبئ وراء نصيحة. فاصل ونعود. أحييكم مجددا. أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالبروفيسور فاضل أديب الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهنأه بنيله لقب نوابغ العرب عن فئة التكنولوجيا والهندسة تقديرا لإسهاماته في مجال الاستشعار اللاسلكي وتوسيع نطاق تقنياته. واعتبر الرئيس ميقاتي أن هذا التقدير وسام جديد يضاف إلى النجاحات التي حققها أديب، وقال إننا نفخر بابن طرابلس وبالنجاحات التي حققها، وهذا النجاح الجدير فخر للبنان وللبنانيين جميعا. وزير الإعلام المكاري ألقى كلمة لبنان في ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي، وقال نتباعد مساحة ونتقارب طموحا، وتاريخنا ويدنا بيد بكين لأدوار تكاملية في الإعلام. وكان قد وقع في الصين اتفاقية تعاون مع وزيرة إدارة الراديو والتلفزيون. وقع وزير الإعلام زياد المكاري على هامش الدورة السادسة من ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي اتفاقية تعاون مع وزيرة إدارة الراديو والتلفزيون في الحكومة الصينية المركزية تشاو شوبين، من أجل تعزيز التعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون والوسائل السمعية والبصرية عبر الإنترنت، ودعم التعاون بين مؤسسات الإعلام والإنتاج التلفزيوني. وتنص الاتفاقية على التعاون في مختلف الإنتاجات الإعلامية، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية وتبادل الأخبار والبرامج والتعاون في البث. وقد أكد الوزيران ضرورة تمتين العلاقة بين لبنان والصين على كل المستويات. ووصف الوزير المكاري العلاقة بين لبنان والصين بالإنسانية من الدرجة الأولى، تتجاوز المقاييس المصلحية التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، مبديا رغبة اللبنانيين بأن يكون لبنان حاضرا بشكل أقوى وأكبر في قلب الصين، وبأن تكون الصين حاضرة بشكل أقوى وأكبر في قلب لبنان، خاصة وأنها حاضرة في قلوبنا كلبنانيين من خلال سياستها الناعمة ودبلوماسيتها المرنة. وأشار المكاري إلى أن يده ممدودة لشراكات على مستوى تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام، خاصة بعدما ظهرت أهمية الإعلام في حرب غزة، حيث لعب الإعلام دورا رائدا في فتح المجازر والارتكابات بحق الشعب الفلسطيني. فالعدسات الصغيرة هي التي وثقت الارتكابات الكبيرة، والأصوات الحرة هي التي حركت ضمائر الشعوب على مستوى العالم في ظل تحجر الضمائر على المستوى الرسمي. الإعلام رسالة، وبيروت تضع يدها بيد بكين للعب أدوار تكاملية. وقد أهدى المكاري الوزيرة نسخة من جريدة صدرت في الصين عام 1908 تحت عنوان المارونية الفتاة، وغرزة أرز إهدني من محمية حرش إهدن الطبيعية. ومنذ قليل أعلنت جمعية مصارف لبنان عن إقفال المصارف غدا يوم الاثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني. استهل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته طرابلسية التنموية التي يقوم بها باللقاء برئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في منطقة الضم والفرز، وأكد أن الحوار والتلاقي يؤديان إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإلى بناء البلد والبعد عن التجاوزات التي نعيشها يوميا بحق الدستور.
وانتقل بعدها للقاء النائب السابق طه ناجي، واختتم فترة ما قبل الظهر بلقاء الوزير السابق محمد الصفدي الذي أولم على شرفه باسيل. زار أيضا النائب السابق مصباح الأحدب. اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن ما تقوم به المقاومة في لبنان مؤثر، وجعلت كيان العدو الصهيوني في موقع محرج ومربك، وستبقى الكلمة فيه للميدان، والميدان هو ميدان المقاومة. جاء ذلك خلال لقاء سياسي حواري نظمته العلاقات العامة لحزب الله في دارة الدكتور عصام المولى في بعلبك. في لبنان شهداء من الجيش اللبناني وجرحى، وشهداء من الإعلاميين، وشهداء من المدنيين، وشهداء من المقاومة، وبالأمس شهداء على طريق القدس في سوريا، وشهداء دفاع مقدس في سوريا. من الإنجازات غير المباشرة لما فعله الصهاينة والأمريكيون خلال الأيام الماضية، يعني 63 الماضيين، أنهم أعادوا تحفيز العداء العربي والإسلامي والدولي للاستكبار الأمريكي والصهيونية الإسرائيلية. أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة النائب حسن عز الدين خلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في بلدة عتشيت أن هناك تحديات وتهديدات عاشها الاحتلال خلال 27 الأول لن يستطيع أن يعوضها مهما فعل ومهما أجرم ومهما دمر وقتل من الأطفال والأبرياء. أمريكا أيضا هي في مأزق لإخراج هذا العدو من المأزق الذي يعيشه. لذلك نحن أيضا عندما أعلننا أننا نريد أن ننتصر لغزة ولفلسطين وللمقدسات، أعلننا عن مشاركة حقيقية وفعلية في جبهة شمال فلسطين، والأخوة في المقاومة الإسلامية يخوضون المعركة البرية والالتحام اليومي ويكبدون هذا العدو خسائر في المعدات، في الآليات، في الدبابات، في الألغام التي يزرعونها لهذا العدو. وبالتالي هذه المقاومة التي ما زالت تشعرنا جميعا بأن زمام المبادرة ما زالت بيدها، فهي قادرة، فهي قوية، فهي تسير بحسب المنهجية العسكرية والأمنية التي تمارسها في كل يوم، والتي تؤشر على ماذا؟ على أنهم ما زالوا هم أسياد الميدان. تجربة غزة بعين الدكتور غسان أبو ستة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية. أبو ستة جراح التجميل والترميم تناول تجربه شارحا الاستهداف الإسرائيلي للقطاع الطبي في غزة الذي كان ممنهجا، كما تناول صمود أهل غزة. كل اللي عم بيصير هلأ الهدف منه إنه تحويل قطاع غزة عن طريق خلق الكارثة لمنطقة غير صالحة للحياة بعد وقف إطلاق النار، حتى تستمر المجزرة بعد وقف إطلاق النار عن طريق الحصار. أنت بتدمر كل مقومات الحياة البشرية والمادية، بتدمر القطاع الصحي، بتدمر الصرف الصحي، تحلية المياه، بتدمر، بتجرح أكثر من 50,000. وبعدين مشان لما يصير وقف إطلاق النار، صمود الناس خلال الحرب بعد ما يواجهوا سنين من الحياة بين الركام، أطفالهم بيعانوا قدامهم، بيغادروا القطاع، وهو هذا الهدف الأساسي.
السفير كرم بعد اجتماع جمعية جوقة الشرف في لبنان يعلن أن جائزة المؤلفين الفرنكوفونيين الشباب في لبنان تهدف إلى إبراز المواهب بلغة مولييغ. عقدت جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان لجو دونور اجتماعا للهيئة العامة في الأشرفية برئاسة رئيس الجمعية السفير خليل كرم. بعد النشيدين الوطني اللبناني والفرنسي وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على أرواح أعضاء الجمعية الذين توفوا خلال العام وأرواح الشهداء العسكريين والمدنيين والإعلاميين الذين سقوا بدمائهم الزكية أرض الجنوب. رحب السفير كرم بالأعضاء الجدد مشيرا إلى أن عدد أعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة مؤكدا استمرار العمل لتحقيق الأهداف التي نشأت الجمعية من أجلها ولا سيما منها تعزيز العلاقة اللبنانية الفرنسية وتطويرها ثقافيا وعلميا وتربويا. بعد ذلك أشار الأمين العام للجمعية رفيق شليلة إلى أبرز ما تحقق خلال سنة 2023 على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي، لافتا إلى أن الظروف القاسية التي مر بها لبنان ولا يزال حدت من نشاطات الجمعية. ثم شرحت عضو الهيئة الإدارية ميريام أنطاقي آلية مسابقة جائزة المؤلفين لفرنكوفونيين الشباب التي ستمنح لأفضل 3 مؤلفين. ختاما تلا أمين الصندوق الدكتور كامل مهنا التقرير المالي وصدق عليه الحاضرون الذين تداولوا في شؤون الجمعية واتخذوا القرارات المناسبة في شأنها. تحت شعار ميلاد الأمل بنشعي تحتفل بالميلاد بمهرجانها السنوي. افتتح مهرجان كريسمس باي ذا ليك بأجواء ميلادية دافئة وساحرة تحت شعار ميلاد الأمل، وهو المهرجان الميلادي السنوي الذي أسسته ريما سليمان فرنجية، وذلك على ضفاف بحيرة بنشعي التي ارتدت هذا العام حلة جديدة تمثلت بإضاءة القرية الميلادية، وشهدت ليلة الافتتاح حضورا كثيفا من أهالي المنطقة والزوار من جميع أنحاء لبنان، بداية مع فرقة عصفورة الرجاء التي تتألف من حوالي 20 طفلا بقيادة حسناء فينيانوس وهبة، وقدم الأطفال تراتيل الميلاد والأغاني المميزة التي نشرت الأمل والفرح في قلوب الحضور، كما رفعوا الصلاة ليحل الأمن والسلام على لبنان والعالم. وتنوعت المحطات الموجودة على ضفاف البحيرة بدءا من الشجرة الرمزية في وسط البحيرة وصولا إلى المغارة التي تحمل رمزية العيد وبيت سانتا كلوز، حيث يمكن للزوار التقاط الصور معه خلال موسم الأعياد، بالإضافة إلى الزينة المميزة التي تمتد على كامل البحيرة لتضفي الأمل والفرح. يمتد المهرجان من 8 كانون الأول إلى 8 كانون الثاني، ويتضمن العديد من المفاجآت والفعاليات الفنية المتنوعة للأطفال. وفي الختام، الرئيس نبيه بري يرجئ جلسة اللجان المشتركة من يوم غدا الاثنين إلى 10:30 من بعد غد الثلاثاء. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.